كلامنا النهاردة عن مصريين نجحوا نجاح ساحق في مجالات هم شغالينها دلوقتي، بس هم في الأساس كانوا متخصصين في مجالات تانية خالص، والشخصيات دي مشيت بمبدأ إن أنا أعمل الحاجة اللي بحبها وما أدخلش أي مجال كده وخلاص، لأنه أنت بتعمل الحاجة اللي بتحبها في إحساس بيوصلك إنك بتعمل حاجة كده وأنت مبسوط. يعني لو أنت شايف إنك بتحب حاجة مش في مجالك أو تخصك أنصحك إنك تعملها. النهاردة بقى أنا جاي أقولك إن في ناس سابت مجالات حلوة جدا 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 ودخلوا المجال اللي هما بيحبوه ونجحوا فيه نجاح ساحر. وانصحك بقى لو انت وصلت للجزء ده كمل الحلقة للآخر، لان هتسمع عن اشخاص اول مرة تسمع عنها نهائي، وخصوصا اول شخص. انطلقنا انطلقنا. اول شخصيه نتكلم عليها النهارده هو يحيى الفخراني، وانا طبعا مش محتاج ان انا اقولك مين يحيى الفخراني. هو ممثل شاطر جدا جدا جدا، واللي بيعتبروه في مصر معشوق الدراما. بس اللي الناس ما تعرفوش بقى ان الراجل ده حاصل على بكالوريوس الطب والجراحه سنه 1971 من جامعه عين شمس. طبعا الراجل ده نجح نجاح ساحق عشان عمل الحاجه اللي بيحبها. وطبعا يا جماعة انا ما بقولش كده عشان الناس كلها تروح تمثل او تغني او تعمل اي حاجة تغضب ربنا. انا جاي اقولك لو انت شاطر في حاجة او بتحب حاجة اشتغل على نفسك فيها وهتنجح ان شاء الله. تاني شخصية معانا النهاردة هو الداعية والشيخ حازم شومان. ناس كلها تعرف ان هو شيخ وداعية، وكمان كان بيظهر على التلفزيون على قناة الرحمة وقناة الناس وقناة امجاد. والشيخ حازم شومان بيعتبر من اشهر الدعاة للاسلام في الوطن العربي. بس في 10 ديسمبر 1974 اتولد حازم شومان بمدينة المنصورة محافظة الدقهلية، واتخرج من كلية الطب جامعة المنصورة. يعني الشيخ حازم شومان قبل ما يبقى داعية فهو في الأساس طبيب، ودلوقتي يعتبر الشيخ حازم شومان من أشهر الدعاة إلى الإسلام في الوطن العربي عشان عمل الحاجة اللي بيحبها. والشخصية الثالثة معانا النهاردة هو الدك ممدوح نصر الله. طبعا الناس كلها تعرف عنه إن هو بيقدم محتوى كروي على اليوتيوب زي ناس كتير على السوشيال ميديا. بس ممدوح نصر الله في الاساس هو دكتور صيدلي، بس نجح نجاح ساحق عشان عمل الحاجة اللي بيحبها. والشخصية الرابعة معانا النهاردة واللي انا حابب اتكلم عنه النهاردة بصراحة هو اليوتيوبر احمد ابو زيد، صاحب قناة دروس اونلاين على اليوتيوب، واللي وصل عدد متابعيها لسبعة مليون مشترك. الراجل ده في الاساس هو مهندس مدني، ساب الهندسة وقدم محتوى على اليوتيوب، وتعتبر قناته من اشهر القنوات التعليمية على اليوتيوب. كمان ابو زيد بيعمل بودكاست مع مشاهير اليوتيوب، وان شاء الله في يوم من الايام انا هكون معاه في البودكاست بتاعه. طبعا الامثلة كتير زي علي غزلان، هو في الاساس طبيب ودلوقتي بيقدم محتوى على اليوتيوب وهو من مشاهير اليوتيوب، واحمد جمال هو في الاساس دكتور صيدلي ودلوقتي مغني. خلاصة الكلام بقى لو انت عندك موهبة بتحب تعملها زي الرسم والكتابة والقراية او حتى التجارة، انصحك انك تقوم تعملها لان انت هتنجح فيها نجاح ساحر. وهدف حلقتنا النهاردة مش شرط ان انا اتخرج من كلية معينة او حاجة معينة لازم اشتغل بيها، لا انا ممكن اشتغل في حاجة انا بحبها وهنجح فيها نجاح ساحر. وبكده نكون خلصنا. سلام عليكم.